نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم تنفيذ الحكومة لحملة شاملة لهدم مقابر أثرية. وشدد المركز في بيان له على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي ولا يمكن المساس بها، مضيفا أن المقابر الأثرية تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا. وأكد حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها.